وفي المغرب أقيمت أمسية لإطلاق ديوان ومخبي تحت لساني ريحة الموت للشاعر الدكتور مراد القادري، احتضنتها مؤسسة أبو بكر القادري للفكر والثقافة في مدينة الرباط. ويوثق الديوان الجديد للحظات العصيبة التي مر بها الشاعر مراد القادري عندما أصيب بفيروس كورونا. حفل الإطلاق شارك فيه الباحث المسرحي عبد المجيد فنيش وجوقة نغم بقيادة الفنان جمال القواس والفنان كريم فنيش. منمنمات كان حاضراً في الأمسية، فلنشاهد. يتم تقديم وتوقيع ديواني الشعري الأخير ومخبي تحت لساني ريحة الموت، وهو الديوان الخامس في مساري الشعري بعد حروف الكف وغزي البنات، ثم صدر لاحقا طير الله وديوان ترامواي. إذن هذا هو آخر إصدار شعري صدر عقب تجربة كوفيد التي عشتها شخصيا وعاشها العالم. لهذا الديوان سنجد فيه الكثير من أجواء الهشاشة وحالة الضعف والغياب والموت كذلك الذي هيمنت أجواءه على الفترة الأخيرة من حياتنا. ديوان مخبي تحت لساني ريحة الموت هو ديوان بالعامية المغربية التي تكرس اسمي كأحد الشعراء الذين كتبوا فيها ابتداء من أواسط الثمانينيات، وتروم تجربة إلى جانب باقي الشعراء الآخرين تأكيد على أن هذه العامية لها قيمتها ولها ديناميتها ولها كامل رشاقتها لتؤكد وجهة نظر الشاعر من العالم ومن الكون ومن الوجود. الاحتفاء بالشعر هو احتفاء بالحياة في رونقها في بهجتها، لذلك تقديم ديوان من هذا النوع وفي نفس الوقت إصرار على تقديم تجربة شعرية لها خصوصيتها لها متغيراتها في إطار توابت بطبيعة الحال، والتوابت في اعتقادي المتواضع بالنسبة للشاعر النقيد مراد القادري هي كونه من المجموعة التي اختارت أن تنتفض على بنيان زجلي أدى مهمته في زمن ما من أجل بناء عالم زجلي جديد له قيمه له آلياته وله عوالمه بطبيعة الحال، وهي بالضرورة تخبرنا بذوات أصحاب هذه التجربة التي ينتمي إليها الشاعر النقيد مراد القادري.